هشام عبد الله ممثل بيشتغل في قناة الشرق. مين هو هشام عبد الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الأمة اللي كتبها من مصر. وهو أساسا ما كانش ليه لازمة. ده الكومبارس أحسن منه. مش كل حاجة فلوس يا هشام. هي الفلوس هي اللي خيرتني. الحاج يحيى عفيفي مقيم هنا من 59 سنة. هشام عبد الله من أول ما سكن هنا. سكن هنا من سنة كام؟ سكن من سنة حاجة و80، يعني 86 88. كان هو لوحده الأول ولا مع أسرته؟ لا كان مع أسرته. هو بيتطاول على مصر ومصر مش هتسيبه ومسيره يرجع. ومصر جاية لقدام قدام قدام قوي. وإن شاء الله مفيش حد بيشتم في مصر أو بيتطاول على مصر إلا وهيرجع، وكل واحد ياخد حقه، ومش هنسيبه لا أنا ولا أي واحد مخلص للبلد دي مش هيسيب هشام عبد الله. مين هو هشام عبد الله؟ أنا أم صلاح أرملة. أنا هنا من سنة 69 جاي عروسة هنا من 69. البيوت دي كلها ما كانتش موجودة. الإبراج الفرصة بتاعتها كان كنا بنعدي بترعي الحتة التانية. اشتغلت مع عفاس جارتي صباح الخير صباح النور جاري بقولك بيتها. حسبنا الله ونعم الوكيل. لو تسلم يا هشام يا ابني في البلد يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل انك تربيت في مصر انت ولادك ومراتك. هقول ايه يا ابني؟ ما اعرفش ايه اللي قلبك يا هشام يا ابني، ايه اللي قلبك ورحت هنا ورحت هنا؟ ايه الفلوس؟ ايه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ بلدك يا هشام يا ابني مصر. ده الكل بيقول مصر 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 في ايه؟ محمد رزق علام الفيصل. تحب تقول لي ليه هشام عبد الله؟ انه خاين وعميل لقطر وتركيا. طبعا ما كانش ليه اي دور ولا اي حاجه في السينما ولا بتاع الكلام من ده. فيعمل ايه؟ يخش في اي حاجه شغال فيها او يخش في اي حاجه تجيب له قرش. فهو اللي سلك الطريق الغلط. ممثل فاشل وما يعرفش يمثل. ده الكومبارس احسن منه. ايوه فلوس غير اللي انا شايفاه. بقى انا بقى فين دلوقتي؟ ليه يا هشام يا ابني؟ ليه تخلي ولادك مهددين وسابين بلدهم؟ ليه؟ انا بستغرب والله العظيم يا ابني. انا بلدي، انا تراب بلدي. كانت مامتي تعبانه وانا في الجامع هنا هب بكشف وجايب امه على عجله عشان نكشف عليها. بس كل حاجه فلوس يا ابني. وهو اساسا ما كانش ليه لازمه ان هو يعمل كده. هي الفلوس هي اللي غيرتها. هقول له بلدك انا يا هشام والله العظيم ثلاثة بلدي تراب بتاعها الحس. شوف انا لا عندي شقه ولا عندي، انا ساكنه في شقه ب 9 جنيه. ما اقولك شوف من سنه 69. اقول له هترجع ومصر جايه لقدام. اقول له بكره تندم على تراب بلدك دي. بكره يندم على تراب بلدك. تراب بلد عبد الفتاح محمود الحسيني من المطبعه من هنا شارع التكافل. شفت يا هشام عبد الله؟ اه طبعا شفت. والله هشام عبد الله يعني غلط لما اساء لمصر والرئيس مصر والشعب المصري كله. وهو دلوقتي شايف نتيجة عمله في تركيا، لأن طبعا الإخوان المسلمين سايبينه هناك لايز دلوقتي. هو اللي غيره اللي خلاه أخطأ إن هو دخل في مكان أو التزم بتنظيم هو ملوش علاقة بيه أساسا. يعني لا هو ما كانش إخواني، لكن هو اللي حط نفسه في الوضع الغلط ده. هو بصراحة شيء مش كويس، يعني هو يعني يهاجم البلد اللي هو متربي منها. ما ينفعش غلط.